بخير، صباح الخير ديالي، كلشي بخير. على بالك خصك تتشهر شويه البقاله، كنت تمشى شويه. شحال ما تمشيت؟ كنت تمشى شويه وشم الهواء ديال البحر وشويه ديال الطاقه الايجابيه. الدنيا غزاله هنايا، صباح غزال والله. اللي بغى زعما يستمتع بالصباح ديالو يخرج يجي المرقاله، احسن احسن حاجه هي تجي المرقاله وتمشى شويه حدا البحر، طاقه ايجابيه كاينه. يلا نمشيو بحالنا، شوف لا مارش بحال با. شفتو هذا الكريموري كيبيع الايس كريم، كيبيع العصائر، واقيلا حتى القهوه والكريب، الكريب شوكولا، داكشي عنده غزال. وهذا كيبيع سبيسيال فريت، هذا غير فريت. هذا لا كلاص، لا كلاص بقى ساعة لقنا زعما كاين اللي كيشهى. وأخيرا وصلت، درت تراجي كامل تمرقالة ودابا رجعت. أنا وصلت، الله. وأخيرا عرفت واحد الطاقة الإيجابية، الحمد لله كتحوي ديك لو ستريس كامل. مع دابا العطلة، حيت واخا العطلة عاود التمارين والحفاظة شوية الغيليزيو مع العيال. ايوا تمارا وصافي، الحمد لله على كل حال. دائما الحمد لله وشكرا على اي حاجه. جاو في الصباح كيعدلوا من الالعاب حيت كلشي تهربس، كلشي تهربس. العول ما كيجبروا فين يلعبوا، اللي ما جاو كيعدلوا لهم الالعاب. ايوا هنيه مساكن على العواول، هاد العطله كيجبروا فين يمشيو. دابا شرقت قايله مزيان، الصباح ما كانتش قايله، كانت الضبابة، دابا شرقت طويلة قايلة. دابا عرفتي أقولكم واحد الحاجة، أنصحكم يعني نصيحة وكنصح حتى لراسي أنا، هي ما تعملش بالك إلا قالك شي واحد شي نهار شي. بعض المرات في الحياة ديالنا كنعطيو شي حاجة، كنعطيو لها قيمة كبيرة. مثلا إلا قالك شي واحد شي كلمة ماشي تما، كتبقى مأثرة عليك، كتبقى عام وعامين وثلاث سنين مأثرة عليك، بقيتي مفكراشي براسك، ويا لا بالك على المشاعر ديالك، لا بالك على الجانب النفسي ديالك، بقيتي مفكراشي براسك. علاش؟ على واحد خمسة دقايق واحد الكلمة تقالت، أو واحد تصرف فواحد اللحظة فواحد مومو يعني صغيرة بزاف، وكتبقى مأثرة على النفسية ديالنا، وكتبقى تراكم هذيك مع اخرى، مع كلمه اخرى، مع تصرف اخر، مع معامله اخرى. علاش؟ حيت حنا كنعطيو قيمه للناس اكثر من كنعطيو قيمه لراسنا. بالعكس خصنا نحبوا نفسنا ونحبوا راسنا، خصنا نحبوا نفسنا ونحبوا راسنا، حيت هذاك الحب اللي كيكون عندنا في الفون ديالنا هو اللي كيخرج عند الناس، كيخرج عند وليداتك، عند حبابك، عند ماماك، عند باباك، عند الناس اللي اقرب ليك. ولا كان لو فون ديالنا خايب، هذيك الخيوبه كتخرج، يعني كتخرج فين؟ في شكل اعصاب، مشاكل، يعني الطاقه ما كتبقاش عندنا، هذاك الشيء كامل كيكون عندنا الداخل كيخرج عندنا. فمن احسن حبوا راسنا ونبغيو راسنا. الوغ صباحكم جميل ودائما اجمل، ونتمنى تكونوا اجمل واجمل الاميرات ديالي اللي متبعيني، وكنتمنى دائما لكم الافضل والافضل. حاولوا تبدلوا راسكم، تبدلوا النفسيه ديالكم، ما تخليوش حاجه تاثر فيكم. بغيو نفسكم، بغيو راسكم، بغيو راسكم من الاول، عاد بغيو واحد اخر، حتى تبغيو راسكم. وحاولوا تقراو، قراو الكتب، فتحوا هذا، فتحوه، ما يبقاش مشدود، ما يبقاش منغلق في الكوزينه. خرجوا، دوروا، فوجوا، تمشاو، واخا بوحدكم. انا كنخرج بوحديتي كنخرج، كنخرج غير انا سيدي ربي فوق مني، كنشوف الطبيعه ونتمتع بها ونتامل ونستغفر الله ونذكر الله. احسن حاجه في الدنيا واخا يكون عندك حتى واحد، هذه احسن حاجه. هانتوما تمشيتوا معايا اليوم مرقاله، مشيتوا وجيتوا معايا، وكنتمنى لكم الافضل. صباحكم اجمل
واجمل بابتسامه ها يتسمو وضحكوا في وجوه صلي الصلاه ديالكم قراو القران ديالكم وحبوا نفسكم والافضل والافضل دائما ليكم. صباحكم جميل.